بالنسبه للنيه تصرفين انت على البيت والرجل يصرف بكل امانه نسبه بس تطيب النسبه شيء بالنيه تصرفين همسه هواي انت لا سمعت شيء بالنيه تصرفين على البيت لا مو 90% ماني 70% انا اصرف على البيت يعني هلا تعال ليش مو بس هيجي مو قصه الصرف مبدا الصرف يعني مو انا اصرف على الرجال اني ام الواجب اودي الفضل اني اروح حتى ويا اهلي المفروض يرجع زميلي المخرج وعلى حدود الندم 70% تصرف لاقينا هنا شيء والله ام المصايب يا نزار انا مو واجب كلش مو واجب مو بس بالصرف ما مو فعليه لا ام بيت ناجحه لا مو 100% يعني اقيم نفسي كام بيت 50 ايش اصرف البيت؟ عصبيتي غير الاحصار هي سبب دمار حياتي المشاكل كلها عصبيتي عمر الثاني كنا يعني ما كملنا كان يضرب؟ لا الأول عندي آثار يوم هذا شقة الحاجة الأول الثاني عندي فطر بهذا الفك من الخمود يجاك بطبيعة المجتمع ما يحبون يشوفون اثنين سعيدين عليك تصريح ناري بحيث هذا التصريح ما علمنا عليه قبل ببرنامج مصنع حاليا على الهواء مباشرة شو أقول؟ اللي بيومك موجوعة كلش من أقرب الناس أكو مي؟ عندكم مي؟ يا عمر شباب جيبوا لنا مي ما نعمل وجع تروح وأوجاع يعني متاحة ولا روحها من التراب بس مؤمنة أنه رب العالمين هو كفيل أنه إذا أوجع روحي همسة يعني قال هذا صحيح انه انت يعني للاسف يعني علاقة الحب معك ما تستمر، شنو السبب؟ امرأة جميلة ما نذكر احنا صاحبة صوت الخشنة لما اعطيني سبب واحد فقط. مو بس وياي، حتى اكو مثل حالاتي هواي اللي هو الانسان المعطاء كلش واللي ينطق كل ما عنده ينطي هو هذا فشل ذريع صار بالمجتمع للاسف. يعني بعد شلون ما نقول ينطي؟ يعني شلون بعد همسه من يحب اللي يسمعني هسه نصيحه مني لا تنطون عندكم بس لازم الانسان من يحب احنا نعرف الانسان من يحب ينطي عمر بحاله باكمل اللي محبوبه كيف تطلبي ما شو حصلت؟ اختيارك كان خطا لا تجمعيني اختيار خطا الحب اخذ وعطاء لازم نطي الحب كلمه كبيره أبغى أعدل شكلي.
على وجه زوجي على الوجه على الوجه على الشامة اللي خافتنا بيها غالية غالية دموعي ما احبها على الشامة على الشامة شباب يا خلنا بشر يمك حقيقة وين كان الفارق حقيقة أول مرة يعني نشوف بكاء ولكن يحل شكل أكثر يعني في طبيعتنا يعني كذا بنات إعلاميين بعد بس الدموع مع شكل جميل يا رب كل حياتك تكون مثل دموعك مثل الشامات الاثنين حتى ما تقول شامات حلوة ولا تزعلي أنا أعتذر صوتي بالناس المخرج ينخبل أنا أعتذر بعد أبدا ما والله العظيم كل شيء خلقت رب العالمين. فما زعلت من حوار اليوم أمانة. بكل أمانة. أبدا. شفت إن الجندة من الجنة اليوم ما يزعلون في ذلك. أنت متخيلة هيك عندك صار بقى. يعني جعلتك مليانة. حسبنا الله ونعم الوكيل. شو قضى القدر. شفت إن ذا شو سوى. أبدا. كان يجي بهذا الدم وخش محفوظ. وأنا أعرف يوم إن شاء الله. شو بقى. بيا جرح كرا شهر. أعرف. بيا جرح طول شهر. طول شهر. ما ينحمل مثل الدهر. واللون اسود جمر مشودر بليل الشتاء وعيونه ما تلقى الفجر والريل عداه ومشى هو قاعد ينتظر والماتش يرده بعد للقاعد بباب القبر يا قلبي بطل واستحي لا تعتبه وتشبع قهر علاج هو ولا اكمل يضوي لك النص الشهر الله حاولت العب لعبتك واظهر بصوره ملاك والبس الثوب الثعال حتى اوصل مستواك هاي ما يستحي اني مو طيب ابد لكن اسلوبك جبرني البس الاف الوجوه حتى اهدى من خداني مساء الخير لكل انسان بصمه يختلف بها عن الاخر نبحث عن الاخيار في زمن التشابه عندنا بصمه احتمال تكون سلبيه واحتمال تكون ايجابيه خلينا نعرف ويا ضيفه الحلقه همسه ماجد الزاهر